عن عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه رضي الله عنه دياله اول ما قدم رسول الله يا الله ملكتنيا لما جمعنا نزود مدينة سيمتو انجفل الناس سووچ ودساچو تغلبطو قال فكان هداياني اول ما سمعت من كلامه كساچي سماوتي مجمرا قال عندي سيلو نبر يا ايها الناس انت سووچوي افشو السلام سلام تنابزو واطعم الطعام مغبن مابلو وصلوا الارحام زمدنا نقتلوا وصلوا بالليل والناس نيام للسووچ تنيو سجدوا تدخلوا الجنة جنت بسلام تغبالاچو وعن معاذ معاذ ابن جبل رضي الله عنه قلت يا رسول الله يا الله ملك تنياوي الكواتشو اخبرني نغروني بعمل جنة يمياسغباني انسرا اخبرني بعمل يدخلني الجنة جنة يمياسغباني انسرا نغروني ويبعدني عن النار كأسات من ميارقني قال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم مالوت لقد سألتني عن عظيم تلك نغرني طيق وانه لا يسير صم غر على من يسره الله الله لا غرالت سو الطريق اسمع منقدون منقدون سما تعبد الله الله انت تجزال ولا تشرك به شيئا مما تغرى بتم وتقيم الصلاه قديت صلاته تسجد له وتؤتي الزكاه المفروضه قديت زكاه تسطاله رمضان انت تصوم له حج تادرك له ثم قال صلى الله عليه وسلم كذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الا ادلك على ابواب الخير يا ملكام نجر بروتش لا ملائكته صوم جنة صوم غشانو والصدقه تطفئ الخطيئه صدقه وانجلن تابسالك كما يطفئ الماء وها اساتن اندميطفى صلاه الرجل يا سويو صلاه بليليت ثم قرا كزام قرو جيتاچون لمفرات لمكجل يميطرو هونو غونن تشاچون كبغاري ما سفرا يرايقالو كسطناچون صقي يلغسالو لنغره براس الامر وعموده وذروه ينغرون راس مسوسوننا يقنچون طق راس الامر الاسلام ينغرو راس اسلمنانا سلم سلام هنا وعموده الصلاه مسوسو دغمو صلاه ذروه ثنامه الجهاد في سبيل يقنچو طق دغمو جهاد في سبيل الله الا اخبرك بملاك ذلك كله يزين كله مقطاطر اسلنغره يهنن ياز واشار الى لسانه ودا ملاساتو ياملكتو سما سمي كف عليك هذا يهنن ياز قال يا نبي الله على نبيك شنو هي وإنا لمؤاخذون بما نتكلم إنيا بمناقرون نيازالن إندي قال ثكلتك أمك يا إنا تهتت أهمؤز وهل يكب الناس في سووش ساتو استبفيتاتشو مدفاتشو نقر إلا حصائد ألسنتهم ملا ساتشاة أدوى دلم إندي حديث صحيح حديث صحيح هذا هو الطريق هنا منقدو لكن في الطريق نقر جن بمنقدو عقبات عقبات تشالوت نعم عقبات عقبات تشالوت فتن وشهوات فتن الناس سميتوش مكنياتهم جنة بميتقلو نقروش تكببة سادقو بسميتوش اسمع الطريق سما منقدون إن الصدق يهدي أولاد ودى ملكام يمران وإن البر يهدي ملكام إن الدقمو ودى جنة يمران ولا زال الرجل يصدق يسوي يونت كمن ناقرا يوقدم ونت كما فلالك حتى يكتب الله زند صدق تبلوس كم مزق بدرس ودى أن تنجي وإلا لا تشد الركاب ودى ليلة قوازة يتقم كان تنجي كليلة تصفى ما يدرق ما يفرق وفيك وإلا بان تنجي بليلة الغرام مضيع فكر وداكي وعنك وإلا سلان تنجي سلا ليلة يم يورا وشتام اعلم أوك. أنه إذا عرف الثمن واقو كتهوك هانت العقبات عقبات تشيك اللالو إذا عرف الثمن واقو كتهوك هانت العقبات عقبات تشيك اللالو أخرج البخاري ومسلم بخاري إنه مسلم زكرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم رسول إن الله يقول لأهل الجنة الله لجنة سوت إلى يا أهل الجنة يجنة سوت هوي إلى لبيك ربنا عبيت جيتاتشن هوي عبيت لنسو إلى تشوال فيقول لهم هل رضيتم نوراتش ودداتشوتني فيقولون وما لنا لا نرضى انديس نو ما نودو جيتاچ وقد اعطيتنا مالا كفطرته كله لما انهم يسطحوا لنيا ستستابق فيقول انا اعطيكم افضل من انا كزي يبلط اساطاچوالو انا اعطيكم افضل من ذلك انا كزي يبلط اساطاچوالو قالوا يا ربنا يلال جيتاچن هو اي شيء افضل من ذلك كزي يبلط نجر من قال احل عليكم رضواني وديتين اسفنباچوالو يلاچوان احل عليكم رضواني بان انت لا وديتين اسفنا فلا اسخط عليكم بعده ابدا كزي بوالا بان انت لا القط هني اللي من اضحى وانت حبيب انت وداجون كلسو منين يا تدستك ولو ان لوعات الغرام يا فكر اسات انكو ياقطلو بيهم ايها المشتاق انت نافاقي هوي ايها المشتاق للقاء انت بتصقوا جنات وسط لمغنانيت ينافقك ليكن بيتك الخلوه بيت بتشنينت ليهم وطعامك الجوع مغبه رهاب وحديثك المناجاه وريك الله غير شكشكتا فاما ان تموت بذلك وين بزي يال تموت الله واما ان تصل الى دار عليا مدانيت انت تغنيال اخيرا احبتي بمجرشا مداجوتشي ها نحن في بيت الله التقينا والله بالله بيت تغنينتنا واوشك اللقاء على النهايه بسم الله مالك تقربوال وحسن ظن بالله بأن الله علينا مجنانية ملكام ترطاري أن يكون المتقى الجنة مجنانية جنة يون زند
لئن لم نلتقي في الارض يوما مريت لا عندك ام بنغنانكو وفرق بيننا كاس المنون نموت برچقو بلي ايينا فموعدنا غدا في دار خلف نجا قطراچن بمزوت رابيت فيها يحيى الحنون زانافاقيو كتنافاقيو غري